فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اشترط صاحب البيت عند إعطائه بيته للأجار أنه يسكن فيه 4 أشخاص فقط، هل يجوز للمستأجر أن يسكن فيه أكثر من ذلك؟ إذا كان في الزيادة ضرر فلا يجوز، إذا كان في الزيادة ضرر على البيت لا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.